مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت تي على الفيسبوك، اهلا وسهلا بكم الى هذا البث المباشر. يعني عاد التوتر الى امام مصرف الاعتماد في اشكين، وذلك بسبب فشل المفاوضات بين اداره المصرف و عم يشحد منك يا مصرف يا بنوك. تفضل. مش عم يسرق ولا عم يشحد، هيدا حقه، هو مصريته، مرته مريضة بده يحكمها، يعني لمن بتموت شو بكون أمل؟ يعني بكون دفن عيلة بما فيها، وخرب بيوت عالم كتير، لأن كل العالم ساعتها مش رح تسكت إذا صار لها شي المرة، خرب العالم، خرب بيوت كتير، فشوفي شو بك تساوي بأسرع وقت ممكن. ونحن من هون مش فالين غير ما حتى نحصل على حقوقنا وياخد حقه الزلمة ونقطع السطر. ونحن رجال نحكي كلمتنا وبنفعل. فاذا المشاهدين الكرام، يعني فينا نحاول نطلب الوضع، مش معروف لاي ساعه بيفلت الوضع الامني وبتسوء الوضع، بنطلب من الاستاذ يوسف ترى باي دخل باسرع وقت ممكن، انه اذا ده الوضع هيك ما حدا رح يسكت عن حقه. يلا ابو عيب خبرنا شو صارت المفاوضات. مفاوضات صارت انه كانه الواحد عم بيشحد من مصريته، ساعة ببلغ يعطوك 2000 دولار، ساعة 5000، ساعة 10، ساعة 15، ساعة 38000، ساعة 37، بعده لحد هلا مش موجود شيء، كله حكي. نحن بنطلب من الاستاذ يوسف ترباي احسن ما يصير في دم، لانه اذا بصير له شيء لامي ما حدا رح يسكت عن حقه، مش رح يضل البنك اعتماد، ويقف. اليوم يعني هلا المفاوضات عم نحاول قد ما فينا نهدي الشباب، وبعدنا ما جبنا الشباب الباقيين. تقريبا صار لنا 10 ساعات بهالوقفه. مزبوط. ما كانش يحسوا على دمهم، مش نحن، المصريات موجودين جوا يخيطوا هن عم يفل. كل يوم لا بده يتزعلن ولا بده يعمل شيء. كل يوم قدم شكوى على البنك من قبل بسنه، اجت وخذت على القضية تنحت. رجعنا. قدمنا 3 انذارات للبنك، الوضع الصحي تدهور، صار معها كونسير، صار معها 1000 مشكله. العظم عم يتاكل عند الركبه. عاش فينا ننطر، عم تموت من ايدينا، يعني هلا كلنا ارواحنا ما عادش حدا سائل عن حقيقته. كل يوم سؤال، نحن بس نتاكد من شغله، او انه العلاج اللي تعالجته والدتك بالمستشفى في تكاليف يمكن 25000 دولار. 25000 دولار دين؟ دين. بعد مش واقفين حدا قرش ما واقفينه. بدنا نعطي هلا العلاج، علاج هلا مش عارف قد ايه بكلف. فيحسوا على دمهم شوي احسن ما يخرب الوضع. شكرا لك. يعني ماذا مشاهدينا الكرام، مثل ما كنا عم نذكر بانه هذا التوتر عاد يعني بعد فشل المفاوضات بين اداره المصرف والمودع وليد الحجار. فعليا يعني وصلت المفاوضات الى اسعار على اعتقد 37000 دولار او 32000 دولار، ما غير متاكدين من الرقم فعليا اذا كان 32 ولا 37، ولكن هذا الرقم هو ما زال مرفوضا حتى الساعه من قبل المودع وعائله المودع. عائله المودع عم تقول انه في تكاليف باهظه للعلاج، في 25000 دولار دين عليهم للعائله، بالاضافه انه ما عادش عندهم حل، العائله ما عادش عندهم املاك، لان كل املاك باعت وانحطت بهيدا المصرف، فبالتالي هن ما عندهم حل الا انه يحصلوا على اموالهم من المصرف. يعني فاذا نطلع نشوف، خلينا نبرم شوي يوسف على الكاميرا لنشوف، يعني عدد كبير من شباب الشحيم موجود هون بهيدا الاثناء. يعني نرجع بنقول انه هالشباب هون اتوا لا يدعموا قضيه، هذه القضيه بيعتبروها الانسانيه، قضيه وليد. ايضا حنجرب نقرب شوي على الباب. يعني ايضا القوى الامنيه ما زالت متواجده داخل الفرع. ايضا بتعذبك بس لو سمحت، شكرا لك. ايضا كمان عائله وليد، ايضا كما نشاهد ايضا هنا في الداخل مفاوضات. جوزيف طرباي مش عم بيرد علينا، بدنا نسكر الطريق، نحن محروقين. لا نحن بدنا نسكر الطريق وبدنا نخربه بالمنيح، ما كانش بنفع. لحظة، بننزل ليه؟ قلبي بنتي عم بتقول بننزل ليه نحن؟ بدنا نسكر الطرقات، زعوها على كل الاذاعات. جوزيف طرباي مش عم بيرد علينا، بينه بحاله.
اليوم ماتت مرته الله يرحمها، بس هو مش رحمني، هو مش عم يرحمني، هو قدمه في كل عظمه. فاذا يعني هناك مثل ما ذكرت والدة زوجة وليد او يعني الزوجة المريضة تطالب بالتصعيد يعني حتى تتمكن او حتى الوصول الى حصول على حتى وصول اتفاق وحصول وليد على ودعته. فاذا كما ذكرنا مشاهدينا التوتر عاد يعني شيئا، عدد كبير من المواطنين حضر الى هنا، القوى الامنيه متواجده ايضا، الجيش اللبناني متواجد، الدفاع المدني والاسعاف متواجدين ايضا، بالاضافه الى البلديه وشرطه البلديه كلهم حاضرين هون فعليا. يعني حتى الساعه مثل ما ذكرنا بعد ما في حال، يعطونا مصرياتنا كارت محروق، يعطونا مصرياتنا، بدنا نحكم البنت، بدنا نحكم البنت، يعطوه وديعته للزلمه، حرام عليهن، هذا جبر، مش جبر مهبط ان شاء الله، بيهبط فيها بتخسف الارض فيها ان شاء الله، يعطوه الزلمه، بده يحكم مرته ناطرته، بدها تنزل على المستشفى. يعني فإذا المشاهدين الكرام هذه هي الأجواء مباشرة من الشحيم من أمام بنك الاعتماد اللبناني، كما نشاهد يعني كما نشاهد هنا الشباب العائلة يعني بانتظار يعني الوصول إلى اتفاق يرضي العائلة واتفاق يعني يحصل من خلاله وليد جزءا من ودعته لسداد ديونه ولدفع تكاليف علاج زوجته. فإذا مشاهدينا الكرام كنا معكم بهيدا البث المباشر، كان معكم محمد زنتي يوسف أويس صوت بيروت انترناشونال.